شادينا نروح دلوقتي مع حضراتكم لزميلتنا في الاستوديو دينا عشان نعرف منها اخر اخبار الرياضه. اتفضلي دينا. شكرا ليكي بسنت، وفعلا دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار الرياضيه محليا وعالميا. البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الاهلي اعلن قائمه الفريق لمباراه المقصه اللي هتتلعب النهارده في الجوله 27 لبطوله الدوري الممتاز، وشهدت القائمه عوده محمد محمود بعد غيابه عن مباراه الجونه الاخيره الاصابه، كمان عوده زياد طارق اللي خرج من مباريات اللي فاتت لاسباب فنيه. يوسف أسامة نبيه ومحمد حسام بيسو لعيبة فريق نادي الزمالك قادوا تدريبات تأهيلية إضافية على هامش تدريبات الفريق امبارح على ملعب عبد اللطيف برجيلة، ده استعدادا لمواجهة فيوتشر اللي جاية في الدوري الممتاز، وتمت الفقرة التدريبية للعيبة تحت إشراف أندريا فيليب سوزا مخطط الأحمال في الفريق بعد مشاركتهم في الفقرة التأهيلية مع زمايلهم في الفريق. البرتغالي روي فيتوريا مدير فني المنتخب المصري طلب قاعدة بيانات اللعيبة المحترفة في الخارج ووضع خطة شاملة لمتابعتهم. فيتوريا بيستهدف متابعة شاملة للعيبة المحترفة في مختلف أنحاء العالم بشكل يومي من خلال خطة مماثلة للخطة اللي سبق ووضعها لمتابعة لعيبة الدوري المصري. منتخب مصر الشباب بمواليد 2003 اختتم تدريبه الأخير قبل مواجهة المنتخب الصومالي النهاردة في الجولة الثانية في الدور الأول لبطولة كأس العرب اللي بتتلعب في المملكة العربية السعودية، وسبق لمنتخب الشباب وافتتح مشواره في البطولة بالفوز على المنتخب العماني قبل فوز عمان على الصومال، ده ضمن منافسات المجموعة الرابعة اللي بتضم المنتخبات الثلاثة. منظمة إثنيستي أوردز البريطانية أعلنت ترشيح الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لجائزة أفضل شخصية رياضية مؤثرة في المجتمع البريطاني في 2022، وعلقت المنظمة على ترشيح صلاح وقالت تم تمييز نجم نادي ليفربول محمد صلاح وموهبة نادي أرسنال بوكايو ساكا لمواقفهم البارزة من أجل المساواة العرقية والدينية، كما انضمت إليهم في الفئة الشخصية الرياضية وهي أسرع امرأة في التاريخ البريطاني دينا أشر إسمس. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هنروح لفاصل ونرجع لكم مرة تانية نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر.